الخير وكل الهنا ان شاء الله يا برج الجوزاء. خلينا نتكلم برج الجوزاء. برج الجوزاء النهاردة معانا قراءتك وهي فيها معلومات كتير وكشف أسرار كتير. يا رب كلها تكون في صالحك يا برج الجوزاء. عايزين نقول ان سكتك اللي كانت مقفلة وحاسس ان الدنيا قافلة عليك قوي، حاسس ان انت محسود، حاسس ان الدنيا عطيك ظهرها، كل ما تمشي في سكة تلاقي الباب بتاعها مقفول، كل ما تبدأ علاقة تلاقي السكة بتاعتها مقفولة. تعبت، عانيت كتير من القفل دوت ومن ان الامور مش سالكة ومش ماشية كويس. احب اقولك ان ان شاء الله اول الغيث قطرة. الغيث اوله قطرة في ايه؟ في ان شاء الله الحصول على توأم روحك او التواصل معاه او الصلح معاه لو كان في خصام، فهيحصل مصالحة ان شاء الله ورجوع ليه بامر الله وسعادة تامة في تواصلكم مع بعض من تاني. عندك نجاح يا برج الجوزاء في مجال العمل وفي مجال الدراسة، ولكن احذر 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 من اللي بيحاولوا ان هم يقللوا من نجاحك، او حتى اللي بيحاولوا يسرقوا نجاحك، واللي بيحاولوا ان هم يدوك روح الكآبة واليأس ويخلوك تعيش جوه ام مقفول، يبعدوك عن الناس، يحاولوا ان هم يخلوك مكتئب، يحاولوا يخلوك دايما تعبان ومتضايق. احب اقولك ان دول لازم ان انت تطلعهم من حياتك فورا. دول سارقي الطاقة، الناس اللي بتسرق طاقتك الايجابية ويبسوا فيك الروح السلبية، فحب اقولك ان لازم تبعدهم من حياتك وكمان تتخلص منهم تماما، مش تبعدهم بس. بالنسبة للحبيب اللي من الماضي اللي سابك من فترة كبيرة ومسبب لك معاناة، فحب اقولك ان هو كمان بيتألم زيك بالظبط، ولكن كبرياءه بيمنعه من انه يعترف وكبرياءه بيمنعه من الرجوع. اللي منكم في علاقة ثلاثية، احب اقولك ان العلاقة الثلاثية ديت هتشهد ازدهار كبير وميل لكفة الميزان لطرفك، يعني هيبقى الميل اللي عندك او عايزين يبقوا معاك مش عايزين يبقوا مع الطرف التاني. في عندكم ان شاء الله حمل وولادة، اخبار عن حمل، يعني ممكن حد من عيلتك او حد من اسرتك او انتي كمان لو انتي برج العذراء وبتنتظري مولود سعيد، فان شاء الله هيحصل حمل في الشهر ده اللي هو شهر 7. في بركات كتيرة في شهر 7 هتصيبكم يا برج الجوزاء، وانتم بتتميزوا بروحانيات كبيرة، فاتمنى ان انتم ان شاء الله تعدوا بالنفحات دي وتاخدوها. بالنسبة للعمل واللي كان منكم توقف عن العمل او بعد عن العمل لاي سبب، للمرض، للتعب، مشكلة حصلت في الشغل وتم إيقافه، أحب أقول لكم إن شاء الله في رجوع، لأن الحق هيظهر وهيعرفوا إن أنتوا كنتوا أشخاص طيبين ومجتهدين وتم التجني عليكم، فإن شاء الله ليكم ظهور للحق وليكم رجوع لحقكم ورجوع للعمل. طيب، وإن شاء الله اللي بيدور على عمل إن شاء الله في فرصة كبيرة لإيجاد عمل خارج البلاد وداخل البلاد بأمر الله. كمان خلينا اقول لكم ان شاء الله بامر الله في خير كتير وفي طاقه شفاء جامده جدا، طاقه شفاء جامده جدا وطاقه استشفاء كبيره جدا للقلب وللروح وللعقل. اكيد هتبقوا مرتاحين جدا في الايام الجايه يا برج الجوزاء، هتشوفوا خير كتير هتشهدوا بيه بعيونكم، هتبان قدامكم كل الاشخاص المنافقين واللي بيحاولوا ان هم يضروكم، هتلاقوا الدنيا كلها ان شاء الله سالكه وسلسه وماشيه في التمام ان شاء الله. بحبكم في الله دايما دايما دايما، يا ريت ما تنسونيش من اللايك. خلينا نقول ان في بعض الناس حواليك يا برج الجوزاء بيظهروا غير اللي في ضميرهم، بيظهروا لك الحب والسعاده والتفاؤل والجمال في بعض الاحوال وكلام حلو وكلام معسول وصداقه وصحبه، وهم بالعكس عايزين يخونوك ويغدروك ويضيعوك من على وش الدنيا اصلا، لانهم غيرانين منك جدا، لانهم بيحسدوك جدا، لانهم عايزين يتخلصوا منك وياخدوا مكانك في قلوب الناس، في الشغل، في العمل، في حب الاخرين ليك يا برج الجوزاء. خلينا نشوف برج الجوزاء عاطفيا بالنسبة للمنفصلين. خلينا نقول بالنسبة للمنفصلين، وهي من
منفصلين من الحب، المنفصلين من الزواج، والمطلقين المنفصلين اللي هم مبتعدين ولم يتم الطلاق، والمطلقين اللي تم الانفصال والطلاق أصلا. فخلينا نقول القراءة بتاعتهم لبرج الجوزاء بتقول إيه؟ بتقول إن في رجوع للزوج لو هي حالة زواج وكان في أسرة وبيت، هيكون في رجوع لبيت الزوجية، هيكون في إن شاء الله إكمال للحياة من أول وجديد. طيب إحنا بس مجرد محبين، مجرد محبين إن شاء الله. أحب أقول لكم إن نهاية العلاقة دي كانت في صالحكم، وإن بعد الحبيب عنكم ده كان في صالحكم، وإن أنتوا المفروض تبدأوا تدوروا عن حب جديد، تفضلوا عايشين، ما تفضلوش عايشين جوه بوتقة الماضي، لا بالعكس عيشوا المستقبل علشان تلاقوا الأيام الجاية أحسن وأحسن. طيب بالنسبة للمنفصلين ولم يتم الطلاق بعد، فأحب أقول لهم إن في عندكم سحر شديد بالتفريق، فياريت تلجأوا لحد يلحق يحل الأمور قبل ما يحدث الطلاق والبعد، لأن لو حصل بعد وطلاق صعب جدا بعد الحسد ده إن الأمور ترجع، أو بعد السحر ده صعب جدا إن الأمور ترجع لنصابها، وهتحتاج وقت أطول في العلاج، ومش هيبقى الشريك حواليكم إن انتوا تقدروا تزاولوا العلاج عليكم وعليه. أحب أقول لكم إن دايما إن شاء الله في فجر جديد طالع، وفي أمل كتير للعلاقات، للطلاق، للانفصال عن علاقة حب، للانفصال للمتزوجين، وفي طاقات حواليكم كتير هتحاول تساعدكم وتاخد بإيدكم، منها أبراج هوائية وأبراج مائية. برج الجوزاء برج مصاب دايما ومحسود دايما، فدايما بيصيب أكتر المحبين والمرتبطين، بتصيبهم العين الحاسدة ديت وبتدمر حياتهم. خلينا نشوف بالنسبة للعزاب، بالنسبة للعزاب من برج الجوزاء، خلينا نقول بالنسبة للعزاب إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، في فرصة لتقدم للخطبة، في فرصة إن شاء الله للخروج والتعرف على أشخاص جديدة، فرصة للتعرف على أشخاص منهم إن شاء الله هتنتقم الأشخاص اللي أنتوا ترتبطوا بهم فيما بعد. إن شاء الله في شخصيات جديدة هتدخل حياتكم، وهتكون ثقة تماما في إنكم تحبوهم وتتواصلوا معاهم. هنقول كمان إن في العين الحاسدة اللي دايما راشقة في حياة العزاب أو متأخرين الزواج، حتى بيحسدوهم على الهنا وعلى السعادة في الوقت اللي هم فيه مش مرتبطين بحد. فحب أقول لكم إن في انتهاء لهذه الفكرة، في بعد لهؤلاء الأشخاص عنكم، هيبعدوا عنكم تماما وهيسيبوا لكم السكة خالية، وإنتوا تقدروا تمارسوا الحب، الارتباط، الخطبة، الزواج، كل الأمور دي في هناء إن شاء الله، لأن في بعد للأشخاص دول بعيدا تماما عن سكة العزاب. بتمنى لكم كل الخير وكل السعادة وكل الهنا وكل النجاحات المادية والمالية والدراسية والحب والعواطف وكل حاجة حلوة تكون من نصيبكم يا برج الجوزاء. انتوا برج فعلا يستحق التفاؤل والحياة السعيدة. كانت معكم أم عبد الرحمن من قناة Queen of Dreams and Tarot. ياريت ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي ما بيوصلوش الإشعارات ياريت تلغي الاشتراك وتبدأ تشترك من أول وجديد عشان يوصلك وتلاقي عندنا كل الفيديوهات الجديدة. وتاني هشكركم على كل اللي دعالي بالشفاء، وكل اللي وقف جنبي، وكل اللي دعمني، متشكرة جدا جدا.